لماذا الرفق؟ الله يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب الرفق ويرضاه. الرفق يجلب الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. الرفق باب إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. الرفق زينة كل أمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. بالرفق تكون السعادة والطمأنينة والود والرحمة والحلم والمحبة. الرفق يكسر الشر ويبني مجتمعا خاليا من العنف. تأتيك بالرفق أشياء وتنفتح لك مغاليق أمور لا تنفتح لك بغير الرفق. فاستعن بالرفق إن رمت صعبا، ربما يسهل بالرفق صعبا.